تلفوا البلد، السوق والدكاكين والبيوت، كل خن وكل راك، وتشوفوا وتسمع، ترجع عالظهر للحريم تحكي لهم عن كل واحد عنده بيت كبير، اسمه واسم مرته واسم عياله، عنده ايه بهاي، عنده ايه واكل، ها؟ وكل شيء يقع عليه العين. اللي هيرجع يقول لي ما شفتش هعلقه، ها؟ واللي هيرجع يحكي عن كل حاجة شافها ليه عندي هدية. فتحوا عينيكم وودانكم كويس. يلا اسرح اسرحوا. انتوا مين يا اولاد الهرمه؟ وايه اللي جابكم هنا؟ طرح البحر. عمك خلدون وخالتك العايقه وطمعانين فيك وفي جزيره غمام. ومين قال ان الاغراب لهم مطرح عندنا هنا؟ اذا ما كانش للغلابه مطرح عندكم يا اهل الكرم، امال يبقى فين يا بطلان؟ فهم بطلان حافق ده هذا المركوب. وماله بس المركوب؟ ماله؟ من غيره تبقى حافي. شغل شغله كملوا لغايه لما اشوف الحكايه هترسى على ايه مع سيدي البطلان وسيده